مليون. سنة 2019 وصلت نور ستارز لعشرة مليون مشترك، كأول يوتيوبر بيصل لهالرقم. وكانت ردة فعله رهيبة. وبما أنها وصلت لهالرقم فأكيد أخذت الدرع الماسي كأول يوتيوبر عربية، وأخذت الدرع ما بيتعبر عنه بكلمات. شايفين الغنية اللي بتقول عاشق وأنا مالي حبيب؟ أنا عاشق وأنا مالي حبيب، هيك بحس قد إيه في الفرح. بسم الله الرحمن الرحيم. قلبي ويس، أنا خسرت كثير وزن. أنا حالياً بهوليوود، مسافرة لهالمكان حتى تدرس بهالجامعة. أنا عملت شيء كثير مجنون، دموع وضحك وخناقات مشاكل ومقالب. أنا حالياً بمراكش المغرب عم صور فيديو كليب السلطان مع الفنان محمد رمضان.